هنعرف تفاصيل أكثر حول هذا الخبر وغيره من أخبار الصحافة النمساوية، وبينضم إلينا زميلنا خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا. صباح الخير يا خالد عليك. ويعني هذه الفترة هي فترة أعياد، يعني ماذا عن الاستنفار الأمني هناك الآن في النمسا وحالة الاستعدادات الأمنية هناك؟ صباح الخير آية وشروق والسادة المشاهدين. بطبيعة الحال ألقت العملية الإرهابية التي جرت في الأسبوع الماضي بظلالها على الحالة الأمنية ليس فقط هنا في فيينا ولكن في أوروبا كلها، خصوصا أننا مقبلون على احتفالات عيد الفصح المسيحي خلال الأيام القليلة المقبلة. عملية موسكو شديدة الارتباط بحالات التحسب الأمني هنا تحديدا في فيينا، بالنظر إلى أن المنفذين هم تنظيم داعش الإرهابي في ولاية خراسان. قبل عيد الميلاد الماضي في أواخر شهر ديسمبر قبضت السلطات الأمنية هنا في النمسا على 3 قالت إنهم ينتمون إلى نفس التنظيم وكانوا يعتزمون القيام بعملية إرهابية مزدوجة أو متزامنة في كولونيا بألمانيا وكذلك في كنيسة القديس ستيفن الأكبر هنا في النمسا. وبالتالي على أثر ذلك الارتباط العضوي ما بين الفاعل الإرهابي في موسكو والمحتمل هنا في فيينا، أعلن وزير الداخلية عن إجراءات أمنية ضخمة جدا لتأمين احتفالات عيد الفصح المسيحي الذي يأتي بعد أيام، وكذلك قال إن هذه الإجراءات سوف تستمر حتى احتفالات عيد الفصح اليهودي التي تأتي ما بين 22 و24 من شهر أبريل المقبل. الإرهاب أيضا هناك تخوفات كبيرة من تنظيم داعش ولاية خراسان بالنظر إلى أنه ينشط بالدرجة الأولى في مناطق آسيا الوسطى التي تضم أفغانستان وتركمانستان وطاجيكستان، وهذه البلدان ينتمي إليها عدد كبير من اللاجئين المقيمين هنا في النمسا. طيب. أيضا هناك تخوفات كبيرة مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وما يجري في قطاع غزة، بحسب رئيس مديرية أمن الدولة والاستخبارات النمساوية إن ذلك قد يسهل مهمة تجنيد العديد من الشباب المتعاطفين مما يجري في الشرق الأوسط. خالد، يعني خالد أنتقل معك لقضية أخرى وهي قضية المناخ اللي كانت سبب في حدوث خلاف بين حزب الشعب وحزب الخضر، شريكي الائتلاف الحاكم في النمسا قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو اللي جاي. الحقيقة قضية المناخ وتحديدا الصفقة ما يعرف بالصفقة الأوروبية الخضراء التي تستهدف الوصول بالانبعاثات الدفيئة المسببة لاحترار الأرض إلى درجة الصفر بحلول 2050، هذه مشكلة تقسم أوروبا عموديا وليست فقط هنا بين شريكي الائتلاف الحاكم في النمسا الممثل في حزب الخضر وكذلك حزب الشعب الحاكم. هذا الاختلاف يعود إلى التوجهات الفكرية الخاصة بكلا الحزبين. حزب الشعب هو ينتمي إلى يمين الوسط، يمين الوسط وكذلك اليمين المتطرف لا ينظر إلى مسألة المناخ تلك النظرة التي تستوجب السرعة في الحد من التغيرات المناخية عكس حزب الخضر. مرارا أعلن المستشار كارل نيهامر عندما يجري مطالبته بضرورة إنجاز قانون حماية المناخ إلى أننا لسنا أمام سيناريو يوم القيامة، يعني القيامة لن تقوم إذا لم نصل إلى الحياد المناخي. أيضا مسألة الصفقة الأوروبية الخضراء المرتبطة بالمناخ حقيقة هي معلم أساسي ورئيسي على حالة الارتباك الذي يسود أوروبا أو يسود التكتل الأوروبي بشكل عام. فإذا كان كاتبنا الكبير محمد حسنين هيكل كتب
في 2001، العربي التائه في 2001، نستطيع أن نقول أننا نعيش عصر الأوروبي التائه في 2024. هناك مخاوف كبيرة جدا داخل أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي ممثل في حزب الشعب الأوروبي على تراجع أوروبا صناعيا، ويرى أن الإيمان بتلك الصفقة الخضراء والإيمان بقضايا المناخ سوف يؤدي حتما إلى تراجع أوروبا صناعيا، حيث ستحل رابعة بعد الصين ثم الولايات المتحدة ثم الهند. يقول حزب الشعب أن إنتاج أوروبا من الصناعة سيكون أقل من دولة مثل الهند، وبالتالي علينا ألا نستبعد الوقود الأحفوري، نعم. وعلينا ألا نضخم من مسألة المناخ. خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا من فيينا، شكرا لوجودك معنا خالد.